السلام عليكم. نعم يا صديقي، كما ذكرت في العنوان هو يتطابق مباشرة مع المضمون. بطبيعة الحال يمكنك أن تحصل على أو تسترجع نسبة معينة من المبالغ التي تصرفها على مشترياتك عبر الانترنت انطلاقا من تطبيق ميزات باي. من الاسم ميزات باي، نعم التطبيق له علاقة مباشرة مع شركة ميزات الشهيرة، ويعتبر هذا التطبيق هو أول تطبيق في المغرب يمكنك من خاصية الكاش باك. فماذا نقصد بخاصية الكاش باك؟ حيث أن هناك الكثير من الإخوة قد لا يعرفون ماذا نقصد بالكاش باك. الكاش باك يا صديقي هو بكل بساطة أن هذا التطبيق يمكنك من أن تسترجع نسبة معينة من المبلغ الذي صرفته في شراء منتوج عبر الانترنت، أو كذلك في حجز فنادق، أو كذلك في حتى شحن الهاتف، حتى يعني شحن الهاتف، شحن المكالمات، شحن الرصيد. فيمكنك أن تسترجع مبلغ معين. طبيعة الحال هذه النسبة تختلف من منتوج إلى آخر كما سنرى. طبيعة الحال أول شيء تقوم به هو أنه ستجد رابط في الأسفل، تنقر عليه وتقوم بتحميل هذا التطبيق ميزات باي. إذا بطبيعة الحال ننقر على انستال، ثم بعد ذلك يا صديقي الخطوة التي سنحتاجها هي أننا يجب أولا قبل أي شيء أن نقوم بفتح حساب على ميزات باي. لماذا يجب علينا أن نقوم بفتح حساب؟ لأنه بطبيعة الحال عندما ستقوم بإنشاء حساب ستحصل مباشرة على محفظة. هذه المحفظة هي الخزينة، محفظة النقود الخاصة بك التي تخزن فيها يعني النسبة المعينة من المال التي تستردها يعني أثناء شراء أي منتوج أو حجز لأي خدمة. طبيعة الحال طريقة إنشاء حساب هي بسيطة، تنقر على مون كونت، ثم بعد ذلك تنقر على كريي نوفو كونت، ثم بعد ذلك يقوم أو تقوم بإدخال رقمك الهاتفي. إذن طبيعة الحال بعد أن تحصل على الكود الذي يرسل على الهاتف تقوم بإملاء البيانات. طبيعة الحال أصدقائي يجب أن تكون هذه البيانات هي بيانات حقيقية حتى تستطيعون استخلاص أموالكم. فكما تشاهدون أصدقائي أن التطبيق يعني يتضمن الكثير والكثير والكثير من الخدمات، يعني تبتدئ من شحن الهاتف يعني برصيد. ولاحظوا معي أنه إذا شحنت الهاتف انطلاقا من تطبيق ميزة باي تحصل على استرداد نسبة 5% من المبلغ. هذه مسألة مهمة جدا وجب ذكرها. كما أنه شاهد معي أنه كما قلت يعني التطبيق يضم الكثير من الفئات والكثير من الأصناف. فمثلا لو نقرنا على التذكيرات يعني يمكن هنا أن نجد الكثير من السهرات خصوصا مع اقتراب مراكش دو غيف، فنحصل أو نشاهد هنا أن هناك الكثير من العروض نفس المبلغ. يعني كما يعني إذا كنت ستقتنيه من الخارج 250 درهم، لكن إذا استخدمت هذا التطبيق ستصرف 250 درهم ولكن ستحصل على مبلغ 2%، يعني استرداد قيمة 2% من المبلغ الذي صرفت. هذه مسألة يعني توفر عليك الكثير من الأمور والكثير من المال أثناء التبضع على الانترنت. كما تشاهدون يعني هناك الكثير كذلك من العروض التي يوفرها التطبيق ديلز، وهي تختلف يعني باختلاف الأصناف. يجد كذلك أن حتى الطعام، يعني حتى إذا اشتريت من ماكدونالد انطلاقا من ميزة باي تحصل على نسبة استرداد 10%. صرفت 100 درهم ستحصل على 100 أو 10% من مبلغ 100 درهم. يعني حجز فنادق، حجز يعني تذكيرات سفر، يعني كل شيء، يعني حتى التبضع من الموقع يمكنك شراء يعني الكثير من المنتجات وتحصل كذلك على نسبة مئوية، تسترجع نسبة مئوية من المبلغ الذي تصرفه. فبالتالي يا صديقي يعني نحن المغاربة بطبيعتنا نحب التوفير ونحب يعني العروض، بل نحب كذلك المجانيات لما لا. طبعا ومسألة أخرى مهمة جدا لأصدقائي، وهي مسألة أنه يمكنك أن تحصل على 30 درهم من دعوة أصدقائك. نعم، فيمكنك أن تنقر فقط هنا باغني فوزامي إيغاني 30 درهم، تنقر هنا فتجد هذا الرابط. طبعا هذا الرابط تحاول أن تشاركه مع أصدقائك المغاربة. طبيعة الحال عندما تشاركه مع الأصدقاء وعند التسجيل وقيام أي فرد من الأفراد الذي دعوتهم إلى استخدام التطبيق بشراء أي منتوج على الموقع فإنك تحصل على 30 درهم. طبيعة الحال مدام أن فكرة التطبيق هي حصرية فأنا على يقين أن الأكثرية ستعجبهم فكرة التطبيق وسيستخدمونه. فقط يكفي على أو يكفيك يا صديقي أن تشرح للناس يعني طريقة عمل التطبيق هكذا لكي تشجعهم على استخدامه. وأعتقد أن أي مغربي شرحت له أنه يمكن أن يسترجع نسبة معينة من المبلغ الذي سيصرفه
سيصرف، فبطبيعة الحال سيكون سعيد بذلك وسيستخدم التطبيق كما نقول بالدارجة مني وجبد. فبطبيعة الحال هذا عرض يعني يمكن للإخوة أن يستفيدون منه. بطبيعة الحال طريقة الدفع وطريقة يعني شراء من على موقع أو من تطبيق ميزة باي، فهي يعني كما أي موقع مغربي يعني يدعم البطاقات المغربية، بطاقات الصرف المغربية، لكن يعني المسألة المهمة، وكذلك يمكنكم الدفع عن طريق وفاكاش، لكن المسألة المهمة جدا أن في تطبيق ميزة باي يمكنكم كذلك الدفع عن طريق الباي بال. فحتى الإخوة الذين يتوفرون على رصيد باي بال يعني لا مشكلة، يمكنكم الشراء عن طريق الباي بال. فأعتقد أن هذا كل ما يمكن أن نقول حول تطبيق ميزة باي. فنحن كمغاربة يعني تشدنا العروض المجانية والخصومات، وأعتقد أن تطبيق مثل ميزة باي هو تطبيق يبحث عنه أي مغربي، لهذا لا تترددوا أصدقائي في تحميل التطبيق واستخدامه، إن شاء الله سيعجبكم كما أنا شخصيا يعني عجبت بفكرة التطبيق، خصوصا أنها حصرية في المغرب. وأتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم معي. إلى أن أضرب لكم موعد إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله، دمتم في أمان الله. لا تبخلوا علي بالنقر على زر لايك إن أعجبكم موضوع اليوم، وكذلك ترك تعليقاتكم واستفساراتكم. دمتم سالمين، إلى اللقاء.